شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة في سباق 80 كيلومتر ضمن مهرجان وينتسور للفروسية لسباقات القدرة الذي أقيم في قلعة وينتسور الكبرى بالمملكة المتحدة، حيث تأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز قدرات أنجال سموه في السباق ودعمهم، حيث اجتاز أنجال سموه المراحل بنجاح واقتدار. وشكلت قيادة وتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة منعطفا مهما في مشوار أنجال سموه في المهرجان، حيث اجتاز أنجال سموه سمو الشيخ شيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة السباق بنجاح وبعزيمة وإصرار ودقة. كما شهد السباق مشاركة سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة وعدد من الفرسان. هذا وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفرسان الفريق الملكي بمناسبة الفوز بألقاب سباقات 160 كيلومتر و 120 كيلومتر و 100 كيلومتر. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد تابع جانبا من سباق 160 كيلومتر و 120 كيلومتر و 100 كيلومتر، حيث حرص سموه على تقديم التوجيهات للفرسان والتي أعطت حافزا لهم في تقديم أفضل المستويات والتتويج بالمركز الأول في السباقات. الحمد لله على كل حال، طبعا نهدي هذا الفوز الغالي والثمين على سيدي جلالة الملك الله طول عمره اللي هو تابعنا من الفجر إلين ما خلصنا هذا السباق، وبحضور سيدي سمو ولي العهد بعد اليوم كمل فرحتنا الحقيقة مع تواجد عدة دول مشاركة اليوم في هذه البطولة، منها دولة الإمارات وأسبانيا والأوروغواي والإنجليز موجودين وكثير من الناس الموجودة اللي تشوف طبعا سباق وينزر وثقله وفي نفس الوقت أهميته لنا. الحمد لله على كل حال شاركنا في 4 سباقات وفزنا في 4 سباقات. اليوم هذه المرحلة مرحلة بناء أبطال، مرات أنا أقرر أني أسابق ومرات أقرر أني أنا يعني أهدي السباق للفريق أقول لهم توكلوا على الله، وأنا عندي ناس قاعد أهتم في بنائهم وتعليمهم في السباق. اليوم أكملنا هذه المهمة خاصة يعني من ضمن هالأجواء اللي مرينا فيها اليوم، بس هي اليوم كانت يعني بناء شخصية للعيال، كنا نبي نشوف ثقتهم في نفسهم وكنا نمتحنهم في المراحل، والحمد لله عدوا كل الاختبارات الحقيقة.